احنا جمعنا مجموعه من الصور، هنعمل لك اختبار دلوقتي. يا لهوي ماشي. ليه ده انت جامد والله. ماشي والله. جمعنا مجموعه من الصور من مشاهد من افلام كتيره كانوا الابطال فيها اصلا نجوم كره قدم وبقوا ممثلين، وشلنا كل الشخصيات الحقيقيه وحطينا صوره احمد صلاح حسني وهو المفروض يعرف مين النجم اللي كان بيمثل في المشهد. ماشي. خلينا نبتدي باول فيلم. اوكي. قدامك 20 ثانية. لا بسرعة. محدش يغشش. عادل هيكل. من فيلم. لازم اقول الفيلم يعني. هو عمر الشريف. عمر الشريف و كان هو سعاد حسني. إشاعة حب. إشاعة حب. إشاعة حب. مش هنحسب النقطة دي. مش هنحسبها لك. انت تقول ايوه عادل هيكل. بس حضرتك قلت لي قول اسم ال. خلاص دي اول مره كنت بتمرن فيها. مش لازم اقول الفيلم. اقول لا ولما تقول فيلم. طيب لا طبعا. ماشي خلاص هنحسبها كده يعني. ماشي. ايه ماشي تمام. الفيلم اللي بعده 20 ثانيه. ماشي. ما حدش يقول الشموع السوداء كابتن صلاح سليم. برافو اجابه صحيحه. اهو قمر. ده قمر. لا يعني ده فيلم طبعا ايكونيك. اللي بعده. ماشي ده كرامي طبعا. الفيلم ساعدوني. بسرعة. ها ها ده هو ده مفيش غيرهم. يا رب ولد. يا رب ولد. كان هو رب ولد. صح. الجمهور بطلوا تغششوا احمد صلاح حسني. ما تغششوش يا جماعة. ما حدش غششني. ها ده اكرامي. انا فاكر الفيلم ده كان اخوات. ايوه. واستاذ فريد شوقي الله يرحمه. ايوه الاسم على الاسم فريد. إيه؟ شوقي. رجل فقد عقله. ما تيجي حضرتك. رجل فقد عقله بتاع علي ده. طيب ده بالنسبه للافلام العربي انت يعني كويس. مش بطال يعني. مش بطال.